زي الاربع اهداف، ما هم ممتعين جدا جدا الحقيقه. انت عجبك اي جول الاربعه؟ والله انا متفق مع فكره جول شريف رغم اعجابي الشديد جدا بتسديده الشحات. بس جول أي شريف اي تسديده فيهم اصل هم اتنين. لا لا، الهدف الثاني اللي هو التسديده القويه اللي كان الشحات، يعني الاولى برضو قويه اللي من بره يعني اللي من بره، نعرض الهدف اللي استلمها ولا سددها من بره. بص، تسديده الشحات انا عايز اقول حاجه، الهدف طبعا الثاني الشحات يعني ده الهدف اللي احنا شفناه في الاعاده. طيب بنستعرض الناس اهو، قالت لك هات بقى ونختار براحتنا. تمام، يعني ده الهدف الاول بتاع، يعني عارف انت الأول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هدف اول لحسين الشحات. جينات بتتكرر. طبعا الهدف ده كان الشحات موفق فيه جدا في ان هو خد السكند بول، وده قدر يدخل طبعا ويسدد من جوه. لكن الهدف الثاني يا اسامه هي مش قصه خطا محمد صبحي بس، عشان الناس بتقف عند حته محمد صبحي وامكانياته، ولكن جرأة الشحات وقراره بالتسديد، وفعلا فكرة التسديد اللي بقت عند لاعبي الأهلي اللي مهمة جدا كولر أحياها فيهم. و هدف علولو رابع هدف لعلولو. أنت عارف فكرة التسديد المرة دي، عايز تشوت شوت، عايز بيمينه ماشي بشماله ماشي، أنت تحس إن يعني. بس أنا معاك، إحنا كنا رحماء جدا جدا جدا، توقفنا عند أكتر من لازم، إحنا توقفنا على طريقة مباراة الهلال السعودي. ما هو بص، ما هو أنت لازم في وقت من الأوقات زي ما أنت قلت لازم نراعي مشاعر الآخرين. أعتقد كولر واللاعبين رأوا مشاعر الآخرين، بس شريف طبعا كالعادة لازم يكون له بصمة، اللي فيه حاجات كتيرة جدا. وأنا بحب فكرة التحدي وفكرة إن اللاعب يدخل ويصمم ويسجل قصاد فريق محبب ليه في التسجيل. عارف شريف وهو نازل عنده قناعات ان هو هيجيب جول. طب اقول لك الاهم، الجهاز الفني واللاعبين عندهم قناعات اللي ان شريف هيجيب جول. طب اقول لك الكبيره بقى، المنافس عنده قناعات ان شريف هينزل يسجل جول. فخلاص هو شريف يعني لازم نقول ان هو هداف مباريات القمه، بيتساوى مع توتو وابو تريكه بسبع اهداف، يمكن كابتن حسام حسن تسع اهداف، ولكن منقسمه ما بين لعبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. فامام شريف الموسم القادم يعني فرصه تاريخيه، لو سجل ثلاث اهداف بس في الموسم القادم في شباك نادي الزمالك ينفرد تماما ويسجل 10 اهداف. وانا بثق ان شريف يعني قادر على ده زي الموسم ده، يمكن ده مش موسم من افضل مواسم شريف، وسجل ثلاث اهداف، اثنين في الدور الاول وهدف في الدور الثاني، فانت مش بتطالب شريف بكتير، هي بس ثلاث اهداف في مباراتين امام نادي الزمالك وشريف قادر عليهم. انت بتقول سبعه مش حاسب يعني سبعه اهداف مع الاهلي دوري، مع الاهلي في مواجهات القمه بس، هو مسجل في الزمالك ثمان اهداف. لكن احنا بنتكلم دوري يعني، بس سبعه دوري بس. شريف 27 سنه، ثمان اهداف في نادي الزمالك، واعتقد يعني عندنا لعيبه في انديه بيتقال عليها اساطير عندها اربع اهداف في النادي الاهلي. فانت بتتكلم عن فكره تصنيف شريف في النادي الاهلي، هو لاعب جيد ولاعب مجتهد ولاعب الجمهور بيقدره، الاخرين بيصنعوا اساطير يا اسامه. يعني خليني اقول لك بلاش يعني مش فكره عدد الاهداف، ولكن خلينا نقول لشريف سبعه في الدوري رقم كبير يقدر يجيب. لا ده انت رحيم بقى النهارده. انا رحيم جدا، هقول لك رحيم ليه. مش نافع كده يعني، دي بص يعني. اتفرج بقى على اهداف شريف، اهداف شريف بص يعني ايه، هي واحده قريبه برضو، هي واحده انا هدي واحده تمام، هو بيحس يعني ان هي رايحه وبيمينه ماشي بقى بشماله ماشي، قول زي ما انت عايز تقول تقول يعني. يعني 50 جول ده كان هدفه ال 50 في شباك نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله الهدف رقم 100 ايضا يكون بنفس الفرحه دي، وايضا في شباك نادي الزمالك، ويحقق تاريخ مهم، لان مباراه القمه دي بالفعل يعني بتصنع تاريخ لاعبين كبار. وشريف يعني تعرض لانتقادات شديده الموسم ده، يمكن مش افضل مواسمه، ومع ذلك هو هداف النادي الاهلي في الدوري برصيد 10 اهداف، وده طبعا يعني ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لشريف. يعني لو لعب الاربع مباريات القادمين عنده فرصه ان هو يسجل، بيبص يمينه وشماله شغال، ان هو ينافس على لقب الاهداف، ست جوال بس يعني اتنين هاتريك كده وتبقى الامور زي الفل. شريف لكن انا سالت فارس ايه الجول اللي عجبك في الاربعه، قاعد يقول اصل التسديده اصل شريف. فاحنا بنوجه السؤال لحضراتكم على هاشتاج الاهلي خط احمر، وان شاء الله نستعرض تعليقات حضراتكم. ايه اجمل هدف عجبك من الرباعيه؟ يعني برايك اجمل هدف في رباعيه الاهلي في مرمى الزمالك، شاركنا على هاشتاج الاهلي خط احمر. انا بالنسبه لي يعني هنحاز شويه
الاربع اهداف. الاربع اهداف كلهم يعني. لا انا سعيد بشريف وسعيد باللي عمله شريف، وانا بحس يا جماعه ان شريف ده لو جبته من بيت معتزل ونزلته ماتش اهلي وزمالك هيسجل، يعني عنده ثقه غير طبيعيه. وزي ما بقول المباراه خرجت بنتيجه 4-1، ولكن في رايي كان في تعاطف كبير جدا من لاعبي الاهلي ورضا عن النتيجه، ويعني يمكن تقديرا لموسم الزمالك. كان التوفيق ما كانش مصاحب النادي الاهلي في حاجات كتيره فارس، يعني انا عايز اقول هدف لم يتم تسجيله كنت اختاره رقم واحد بلا جدال، هدف محمد مجدي قفشه في الدقيقه 4. يعني اللي هي يعني كانت تعالي يا شيخ، يعني تعالي في القائم واسكن الشباك، لان الحقيقه كانت ملعوبه حلوه قوي، ملعوبه مكان مفضل عند قفشه، ملعوبه في زاويه مفضله عند قفشه، ملعوبه في مرمى مفضل عند قفشه. انا في حاجه عندي اجمل من كل ده بصراحه. قول. صوت عرضه زيزو، يعني للامانه انا ما بعرفش كده عدي مباراه قمه غير يا جماعه وانا مستمتع بصوت العرضه بتاع زيزو، تحسها من كلاسيكيات مباريات الاهلي والزمالك كده ان انت تستمتع بصوت عرضه زيزو. بس العرضه بتتحرك برضه. ما اتحرك، هي الجول ده اتحرك كتير بصراحه.